بونسوار. بليز بدنا نعرف اسمك ومن وين جاية؟ أنا أدهم نابلسي، أردني أصلي من فلسطين. أوكي، بتغني شي محل أصلاً ولا هواية؟ إحنا باند، وين فوكال وتو جيتارست. وين البقوة؟ إحنا نغني مع الباند بس صارت ظروف معنا. يعني خلص بشكل لحالك يعني. سمعنا بليز. خلي حالي بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان تقول. أرجو القرار اللي هو أخده إنه يطلع لوحده على الستيج يبقى في محله. يشبه صوتك إذا عم تغني عارف. أول ما سمعتك طلعت بوائل قلت له ذكرني بالطريقة اللي بتغني فيها. كتير غنيت حلو بالفعل، رائع. حبيت خامة صوتك كتير، بس بدك تنتبه بس تطلع على عالي عم بتخن من منخارك. بس هون نحن بنعرف انه هن عم بيغنوا على طبقة المغني الأصلي، يعني عم يعملوا مجهود كمان. ايه بس طبقة رجال هيدي. ايه يعني بس فيها ما تكون طبقة الجواب، يعني هي ملاحظة بالنيقة بس تنتبه لها مرة ثانية. ان شاء الله. والله انا حبيت احساسك، حبيت طلتك حلوة، يعني انا عن نفسي يس. اكيد ايه. وائل يس. وانا يس كمان.